اليوم أنا سعيدة جدا بوجودي في مدينة وجدة في عاصمة الشرق مع وليدات الشرق بيان سور، لأن أنا أنتمي للأورينتال. دونك اليوم نهار كبير أني التقيت بالجمهور الوجدي والجمهور ديال المنطقة الشرقية عامة من كل مدينة في الشرق. أكيد فرحت بزاف بتواجدي اليوم، فرحت بالناس اللي جاو، عرفت انهم عياو لان من قبيله هما هنايا سي با ايفيدون، ولكن الحمد لله كانت سهره زوينه. الجديد ديالي حاليا هي مجموعه ديال الاغاني باللهجه الريفيه، بحكم انني انا من منطقه الريف من ناظور. دونك دابا انا وليت فوكاليزي بوكو بلوس على كل ما هو امازيغي ريفي، باش كنسلطوا الضوء على هاد الميزه اللي كتميز التراث ديالنا المغربي المتنوع، من جنوبه لشماله لشرقه لجنوبه. بيان سور زوجي اللي دائما كنرجع ليه، بحكم انه عنده حتى هو تجربه في المجال الفني، عنده اذن موسيقيه رائعه جدا هي والعائله ديالو، فاكيد كيف ما كنرجع ليه في الامور الحياتيه فاكيد كنرجع ليه في الامور الفنيه. اللي غيرت في الامومه هي انني ما بقيتش كنعس لدرجه ان اليوم جاتني اون كريز. هذه اكثر حاجه غيرت في الامومه، راسك يكون ديما عامر، عندك مسؤوليات انفيغ وليداتك، خاصك تكون ديما 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 حاضر معاهم ايموسيونيلمون و كمشاعر كجسمانيا وجسديا وروحيا. والله ما متبعه بزاف، ولكن لايفك اثر كل سجيد ما متبعهش صراحه بزاف ليستواغ ديالو، باش ما نعطيش راي ديالي ما يكونش غير في محله. خيانه ديالو؟ خيانه زوجي. كاين زوجية؟ واه دابا انا بحال هاد الزين وهاد الجمال، انا كيخصني كل غير شي نهار دات على شي مسلسل ولا شي حاجه، الحمد لله اللهم لك. بيان سور كنكن لهم كل الاحترام والحب في كل مدن مغربيه. الله يحفظ المملكه المغربيه ملكا وشعبا، ويعطينا دائما العز والنصر، ويخلينا دائما الفقر.